مش وراه حده. ليش؟ ليش احنا اليوم كنا ماشي في مأمون الشيخ؟ ليش اختيارنا لازم بس يكون مأمون الشيخ؟ ليش ب 11/11 لازم صناديق الاقتراع تملى بمأمون الشيخ؟ ليش؟ انا دوري كأم بدها مصلحة ابنها، مش بس ابني وهو بجيل صغير، ابني تنه يوصل للجامعة. عشان ابني يوصل الجامعة بده ناس زي مأمون. من أي ناحية؟ إحنا بنشوف إنه مأمون أسس أولادنا من ناحية الحضانات، من ناحية المدارس الابتدائية، من ناحية الثانوية، من كل النواحي. لما ابني بكون ولد مثقف، رئيسنا بدعمه للعلم، إذا هو قلل العنف بعبلين. عبلين من دون عنف لازم يكون مأمون الشيخ أحمد حبنا. مظبوط؟ بعدين أنا لحسن تزعلوا مني الزلام، إحنا من ولا إشي من دونكم، أنت أول إشي وإحنا وراكم. أنتوا اللي جبتونا. الله يسلمك. اللي بدي احكيه كيف نخفف عبء عن اولادنا. طبعا اولادنا بدها راحه من ناحيه ماديه، وكلنا ذو وضع مادي متوسط. انا بدي احكي له، بدي احكي عن تجربتي اللي كانت يقارب 7 سنوات، اللي هي كالتالي. اللي من خلالها انه انا طلعت من عائله متوسط الوضع المادي، يعني عشان انا اوصل الجامعه بدي امي تتعب، اخوي يتعب عشان يوصلني لهي المرحله. ما كانش في منح طلابيه، او بالاحرى ما كانش في شيء اسمه بعبلين بارح. عشان انا اعمل بارح كنت لازم اروح على الحليصه، بما اني كنت اتعلم بحيفا واعاني كل هاي المعاناه. فمأمون الشيخ بيحكي لكل الطلاب الجامعيين اتعلموا براعينا بعبلين، صح؟ كمان مميزة لمأمون الشيخ اللي هي فوتها عبلين مدينة بلا عنف. شو يعني مدينة بلا عنف؟ مدينة اللي هي بتدعم الجميع، بتدعم الطالب الصغير، بتدعم الأم، وبتدعم الأبو كمان. إيه الأبو من أي ناحية؟ من ناحية مادية. يعني كل ما بدي اجي احكي لك هات 45 شاكل اروح اعلم ابني ساعه تعليميه، ولا وعليك. مظبوط. شو هي مدينه بلا عنف؟ اللي هي 3 ساعات، ساعتين تعليميات وساعه ترفيهيه. ساعتين تعليميات يا ابو هن 90 شاكل، وساعه ترفيهيه عشان انا اروح على دفعات رام اخذ ابني على ماي بيبي، كمان هاي تكلفه وتكلفه وتكلفه. شو عمل بهيئنا؟ بهيئنا انه اولادنا يكونوا منظمين داخل القريه، تتعلم، بتكيف، وبتخلي عبلين ناشئه. ناشئه لمين؟ ناشئه لإلنا، لانه انا لما بشوف ابني بمه سليم قدام عيوني، اذا انا مطمئنه على مصلحه عبلين. عبلين سليمه ولد سليم، عبلين سليمه التعليم سليم. فعشان هيك بدنا نحكي، ولازم الكل يكون فاهم انه انا كمان جزء لا يتجزأ من الكادر النسائي. وبدي احكي ملاحظه كثير مهمه للاميات الموجودين داخل البيوت، احنا هذا هو الكادر النسائي اللي إلنا، احنا اليوم ما عزلناش منه ولا إشي، بس ان شاء الله بدنا نفرجيكم انه احنا موجودين بكل بيت. طبعا انا امرأة، فتاة، ام، طفلة، بمثل كل النساء، واي وحدة عندها عائق في امكانية تتوجه لمأمون، ومأمون كله رحاب واسعة. فعشان هيك بس بصلح لعبلين مأمون الشيخ أحمد. عشان هيك عبلين سليمة ثقافيا، تعليميا، كل هاي الأشياء الحلوة بس بمأمون الشيخ. وبطلب من الجميع ب 11/11 بدناش ولا أي صوت يروح، بدنا كل الاصوات تكون مؤكده لمأمون الشيخ احمد. وان شاء الله فرحتنا ب 12 الشهر، وانا بدي اعمل خطاب اللي هو احكي لك مبروك يا مأمون الشيخ من اليوم.